بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين اتقدم بالشكر والتقدير الى مقام وزاره التعليم على هذا المؤتمر الوطني الكبير الذي اقامته وتنظمه جامعه الشقراء حول الهويه الوطنيه في ضوء رؤيه المملكه 2030 والحقيقه ان هذا المؤتمر بموضوعه المتميز والهام في هذه المرحله التي تمر بالعالم في ظل العولمه وتاثيراتها على الهويات الوطنيه ياتي لمراجعه وتعزيز للهويه السعوديه وابرازها بمكوناتها وتراثها العظيم هويتنا تنطلق من اسس ثابته واصيله تبدأ بديننا الإسلامي العظيم ثم بعد ذلك بلغتها العربية الأصيلة وهي عمق العالم العربي ثم بموقعها بما يضمه من مقدسات عظيمة الحرمان الشريفان كرمهم الله ثم أيضا بقيادتها الأصيلة الراسخة بجذورها في عمق تاريخ هذه الأرض والإنسان السعودي هذا المؤتمر الحقيقه والاوراق العلميه القيمه التي سمعناها خلال يومين كانت تبرز هذه الثوابت وتعززها وتدعو الى تعميقها في نفوس الشباب السعودي جهود عظيمه قامت بها جامعه شقراء بمعالي مدير الجامعه واصحاب السعاده الوكلاء واللجنه العلميه وجميع قطاعات الجامعه وراينا هذا النجاح والتميز واسال الله تعالى ان يقيد ان يديم على بلدنا نعمه الامن والايمان وهذه القياده الرشيده الصالحه التي هي عنصر هام واساسي في حفظ هويتنا ومكوناتها السعوديه اسال الله تعالى التوفيق للجميع وشكرا لكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.